الخير، معكم علي من باك ستيج البرايم الثامن للستار اكاديمي. اليوم استعدادات كثيره لكل الطلاب اللي بيسمع اغنيته، واللي بيجهز نفسه، واللي بيجهز رقصته، واللي بيقص شعره. خلينا نشوف اول واحد معنا، ايهاب. ايهاب مساء الخير. مساء النور ايهاب حبيبي، يعني استعداداتك للبرايم الثامن وشعورك، وش ناوي يعني ايش عندك اليوم بتقدمه على الستيج؟ اولا كنحب نشكر المذيع ديالنا علي، وكل شيء تمام، كل شيء بخير، مجدين الحمد لله، وفرحان نغني مع فنان كبير الشاب خالد. وان شاء الله نعجب الناس، وان شاء الله نكون خفيف الضل على قلوب الجماهير، وان شاء الله يكون خير ان شاء الله. وسؤال ثاني، شعورك كنت واصل البرايم الثامن نص المشوار ستار اكاديمي؟ والحمد لله، الحمد لله لحد الان ما طحناش نومينين، الحمد لله. هذا كيدل على اننا كنشتغلوا، ولا اننا غاديين في المسار الصحيح، وان شاء الله الحمد لله. وكنشكر الوالد والوالده اللي وصلوني لهذه المرتبه. توقعاتك اليوم التوب 5 انت موجود فيها ولا تطلع؟ اش نقول لك، اللي جاب الله اللي غادي تكون. حبيبي حبيبي يعطيك العافيه. مروان، مروان حبيبي مساء الخير. مروان مساء النور استاذ، كيفك حبيبي؟ منيح حبيبي. اليوم مش عندك اليوم بتقدم على الستيج، وش شعورك على وصولك للبرايم الثامن؟ اليوم في عندي تابلو وغنية لملحم زين، ان شاء الله تعجبكم. وصلت للبرايم الثامن، ايه الحمد لله، وما زلنا مستمرين يعني، ومثل ما الله بيريد ان شاء الله منضل بهالهمة. توقعاتك للتوب؟ توقعاتي للتوب اذا الله راد، يلا ان شاء الله انت اكيد اليوم، وخي ايهاب ونسيم، لا انت حل عنا للتوب، وخي عباس وخي رفايال، ما بدنا ولا بنت هيدا الجمعة مثل جمعة القطعيت. وثانك يو حبيبي، ميرسي. رفايال عباس، استعدادات كثيرة استعدادات كثيرة اليوم، لون جديد بتقدموه على الستيج. مساء الخير رفايال. حبيبي اليوم انتم طالعين على الستيج مدلي، لون جديد ولون حصري تقريبا، اول لون واول مره يصير على ستيج ستار اكاديمي، تكلمني. تفضل. النهارده ان شاء الله باذن الله كده انا وحبيبي رفائيل بنغني انا مش هفيه، ده اغنيه شعبي رفائيل، طبعا هتكسر الدنيا في مصر. رفائيل النهارده بيأديها حلو جدا، وان شاء الله باذن الله المصريين يحبوه يعني. وانا برضو بغني معاه اغنيه شعبي في مصريه، واحنا يعني هنكسر الدنيا النهارده في البرايم، وكنا مستنيين اللحظه دي من زمان انا وهو نغني على المسرح، وحصلت اهي، وان شاء الله باذن الله تشوف حاجه كويسه يعني. رفائيل تجربه جديده لك، شعبي ولون شعبي مصري، ايش رايك وكيف استعداداتك للون اللي انت بتقدمه؟ اول شيء مساء الخير. اول شيء بحب اشكر خي عباس على التمرينات المكثفه لهاللون الشعبي الحلو المصري اللي بحب غنيه، ان شاء الله اطلع بالصوره المضبوطه يعني، وقدم الاغنيه وتوصل لقلب كل شخص، وخصوصا الشعب المصري اللي بهدي اياها يعني هالغنيه وهالبرفورمانس حد عباس. وان شاء الله يكون برايم حلو على الجميع، وصلنا نص المشوار، يلا باقي نصه بعد. شعورك في نص المشوار؟ نص شعوري نص المشوار، نص المشوار انت واصل نص المشوار؟ صراحة كل ما واحد يبقى برايم بيطمع بعد يبقى برايم تاني، وبيطمع انه يشتغل اكتر. شعوري كتير حلو، وان شاء الله بعد نقدم افضل وافضل، لما بعد في كتير اشي نقدمه حبيبي. طيب اغنيتك ايش تقول؟ خلص انت في حدا غيري تسأله؟ نسيب مساء الخير، واليوم عطنا يعني ايش جديدك على الستيج؟ ما في جديد على ستيج اليوم كالعادة، بس أول تابلو، وإن شاء الله ربي يستر. مبسوط أنت بغنيتك اليوم اللي بتغنيها أنت يعني؟ مبسوط برشة برشة. وش بتغني أنت؟ برشة برشة. طب سمعنا شوية منها. برشة برشة يا مدلل، برشة برشة حبك على قلبي تسلل. طبعا أنا بالنيابة عن أخوي علي، طبعا بما أن محدش سأله شعوره إيه النهاردة وهيعمل إيه، فانا بحب اسالك انت النهارده بما انك بتغني خليجي لوحدك، طالع لوحدك النهارده على المسرح، ما حدش جنبك،
عايزين نعرف انت شعورك ايه كمان انك وصلت البرايم الثامن، وشعورك ايه وانت بتغني الاغنيه الخليجي اللي انت بتحبها لوحدك؟ والله وش الحمد لله انا وصلت لنص المشوار، يعني حلم كل شاب بيوصل لستار اكاديمي وبيوصل لحلمه، والحمد لله انا حققت الحلم اللي انا تمنيته من زمان، واليوم ان شاء الله الاغنيه اللي بغنيها خليجي، وكان يعني كان بالنسبه لي تحدي الاغنيه اللي بغنيها اليوم، والحمد لله ان شاء الله اقدمها كثير حلو، وان شاء الله اني بشرف كل الناس اللي بيحبني وكل الناس اللي بيتابعني، وان شاء الله يا رب التوب 5 يكون لنا نصيب في اليوم. كنت معكم من باك ستيج البرايم الثامن ستار اكاديمي، ان شاء الله اكون استانستوا واستمتعتوا، وان شاء الله اكون خفيف عليكم، وكل الطلاب كانوا خفيفين عليكم، ودمتم بحفظ الله، نشوفكم ان شاء الله بعد البرايم. شكرا.